هلا رح نبدا لاولى فقراتنا لليوم لنحكي عن اللايف كوتش. اللايف كوتش هو الشخص المؤهل علميا ومهنيا للمساعده على التخلص من الاتجاهات والمعتقدات السلبيه وتطوير الذات. وطبعا هيدي كثير من الاشخاص بيلجؤوا لللايف كوتش ليطوروا ذاتهم لينظموا مسار حياتهم. صحيح ليلى، ويمكن بالفتره الاخيره صرنا نسمع كثير عن مصطلح اللايف كوتشنج وعن وجود مدربين مهتمين بهذا المجال عندهم خبرة وحققوا نتائج كتير إيجابية. ويمكن إحنا هلأ خصوصا مع ضغوطات الحياة الكتيرة بحاجة لأشخاص يسمعونا يفهمونا يوجهونا للطريق الصحيح بأي موقف منتعرض له أو بأي مرحلة صعبة وحساسة بحياتنا. لهيك اليوم مشاهدينا بأولى فقراتنا الاجتماعية رح نحكي عن أهمية وجود اللايف كوتشينج أو مدرب الحياة بحياتنا، ونوضح يمكن السؤال الشائع: يا ترى شو الفرق بين اللايف كوتشينج والأخصائي النفسي؟ استفسارات كثيرة وأجوبة عديدة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم مريم العيسى، خبيرة تدريب بالمهارات الحياتية. أسعد صباحي. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. طبعا نحن بحاجة بحياتنا خصوصا بهي الظروف الصعبة لللايف كوتش، ومثل ما ذكرت هايدي إنه كثير ناس بتخلط بين اللايف كوتش والطبيب النفسي. تمام. خلينا بداية نعرف شو هو مصطلح اللايف كوتش. هلا اللايف كوتش نفسه هو شخص مثل ما تفضلتوا بالمقدمه قلتي، هو شخص بيوضح الرؤيه للاخرين، بيوضح لك المسار وبيحكي عن، يعني اذا بدي دغري فوت للفرق بينه وبين الطبيب، هو بيحكي عن اليوم لبكره. الطبيب النفسي في عنده تاريخ، عندك انت تاريخ مرضي او اكتئاب او قلق، فهو بيحاول يعالج الشيء الماضي، بالاضافه لكثير لشغله كثير واضحه انه الطبيب النفسي بيوصف عقاقير ودواء والى اخره، اللايف كوتش ابدا ما عنده هي الصلاحيه ولا بيقدم هذا الشيء. اللايف كوتش بيوضح الرؤية والمسار، كيف يعني بيساعد على هدول الأشخاص يعرفوا هن وين رايحين وشو اللي بالدنيا. لأنه نحن كتير اليوم ممكن تشوفي أي شخص بالحياة بتقولي له أنه شو بدك أنت من الحياة، لوين رايح، بيقول لك حتى هذا السؤال ما بيكون سأله لنفسه. فموضوع توضيح الرؤية، موضوع وضع المسار العريض للشخص، لأنه ضايعين اليوم. تمام. بسبب الظروف. هو دائما هو اللايف كوتش موجود عبر العصور على فكرة، بس بطريقة وبأخرى وبمسميات تانية. يعني أنا بلجأ لشخص هو أفهم من، مو أفهم بمعنى الفهم، هو أوعى مني بهذا الخبرة خليني أقول أو الاختصاص. لحتى أي شخص أنت اليوم بتروحي لشخص خبير تسألي عن موضوع بسياق معين، فهذا يسمى لايف كوتش بطريقة وبأخرى. تمام. يعني بعد ما هيك عطينا تعريف عن اللايف كوتش، خلينا نوضح اليوم قد ايه مهم وجود اللايف كوتش بحياة كل حدا فينا، شو ضرورة وجوده، هل انا ممكن احتاجه بس لما امرق بظروف صعبة بمواقف صعبة، ام لا انا بحاجته باي مرحلة من حياتي؟ هلا نحن كلياتنا بحاجة، كلياتنا بدون استثناء بحاجة للايف كوتش. حتى اللايف كوتش نفسهم هن بحاجة يمكن اكثر درجة من الاشخاص العاديين. ليش؟ لانه هن بيلتقوا باشخاص كثير وبيتعاملوا مع مشكلات كتير وبيتعاملوا مع حالات كتير خاصة وعامة، فهدول لازم يكون عندهم عدة مهارات. من ضمن هاي المهارات، يعني إذا بدنا نحكي كمان عن شو اللي بيمتلك، هو عدة مهارات. مهارة منهم هي مهارة الاستماع، مهارة إنه هو يكون خليني أقول صبور. فالاستماع شو بيعني؟ يعني انه هو قاعد قدامك، هو تقريبا حياخذ دورك لحتى يسمع المشكله تماما ويتفهمك. لانه في كثير ناس بتفقد هي مهاره الاستماع، بتلاقي ما في حدا يسمع لها. هي واحده من صفات لايف كوتش انه يكون يسمع، فالشخص اللي اذا ما بيسمع ما بيقدر يكون لايف كوتش ابدا. فانا بسمع منيح، هذا السمع المتواصل للمشكلات كلياتها هي. ليش قلت لك هو بحاجه للايف كوتش اكثر بدرجه من باقي الاشخاص؟ لانه بده يروح يطمن انه انا ما عم بتبنى هي المشكلات وبدخلها لحياتي. لازم يكون عنده مهاره كمان اسمها مهاره الفصل، انه انا بعمل حاجز بيني وبين الاخر، بميز بهي اللحظه انه هي مشكلته مو مشكلتي انا، لحتى اقدر انا اساعده. ما بدي اروح اتعامل معه لا بتعاطف ولا بمشاعر. هو شخص قادر انه يغير، هذا اللايف كوتش يغير بشو بده يغير؟ ما بيغير لا بتاريخ ولا بشيء، هو بيغير بالفكر والشعور والسلوك، ما بيغير لا بمشاعر ولا بأي شيء ثاني. لهيك لازم يكون كلياتنا بدون أي استثناء بحاجة للايف كوتش، هي واحدة. اثنين، مو ضروري الشخص يكون بأزمة اصلا. انا اذا بدي اضبط حياتي لازم اوصل لمكان تأزمت لحتى ارجع انا في كل موضوع. لهيك في كثير اشخاص لما بيروحوا على لايف كوتش عندهم تاريخ من التراكم، خليني اقول محاولات فاشله، لقصص معنا منيحه، فبيروح هو بحاجه من اول جلسه انه يتعالج، او خليني اقول انه هو تكون الرؤيه واضحه، بخيب امله، عنده توقعات عاليه. هون وقتها فينا نفصل يمكن بين الطبيب النفسي واللايف كوتش بهي المرحله، انه ما نستنى لحتى نمرق بازمه نفسيه كثير سيئه، لحتى لازم يكون اللايف كوتش من البدايه
هي اولا. ثانيا الشخص كل ما كان ناجح كل ما لقيتي حواليه عالم اكثر اللي هن لايف كوتش له، كل ما كان مشهور كل ما كان معروف هن بيكونوا الناس وفريق العمل اللي حواليه كثار اللي بيرشدوه بيدلوه بيقولوا له حتى اذا بده ينهار بلحظه من اللحظات ممنوع ينهار اذا كان شخص مشهور ومعروف، انه انت اليوم عندك شغل بتخلصه بعدين ممكن تنهار. فنحن كلياتنا بحاجه لهذا، كان ناجح كان فاشل اذا كان بازمه اذا كان مو بازمه، بس يفضل انا اروح بالمساحه اللي انا مرتاح فيها لنظم حياتي اكثر، ما اروح لما بيكون عندي مشكلة أو أزمة. لأنه اللي رايح عنده مشكلة أو أزمة هو بحاجة أكثر لأخصائي نفسي أو طبيب مو للايف كوتش. خلينا نحكي أكثر عن مجالات بشكل أوسع، عن مجالات اللايف كوتش، وأكيد نحن بحاجة يعني بحياتنا بكل لحظة لحدا يدعمنا، سواء كنا بفرح أو بزعل أو بأي شيء منتعرض له بحياتنا كان إيجابي أو سلبي، بحاجة دائما لحدا يدعمنا ويشجعنا على الشيء اللي نحن فيه، حتى إذا كنا بحالة نفسية صعبة يمكن حد إذا كان في حدا حدنا ممكن يطالعنا من هي الحالة. يعني خلينا نحكي بشكل موسع عن مجالات اللايف كوتش. هلأ مجالات اللايف كوتش كل ما فتنا لتخصص كلايف كوتش في تخصصات، في تخصصات إنه هو لايف كوتش بالبزنس، لايف كوتش بالاستثمارات، لايف كوتش بالحياة الزوجية بالعلاقات الأسرية، لايف كوتش بتربية الأطفال. فهو كل ما راح لتخصص كل ما كان طبعا أفضل. يعني أنت بتعرفي أنه أنا لوين عم بتوجه بالضبط وهذا الشخص ممكن يساعدني. بعدين في شغلة كتير مهمة لازم أحكيها بهذا الموضوع، اللايف كوتش ما هو استشاري ولا موجه، بمعنى اللايف كوتش ما بيعطيكي حل. يعني انت بتتوقع انا رايحه عندي مشكله بدي احكي له اياها فبيحل لي اياها، ابدا. هو اللايف كوتش بيكون كثير محترف بطرح اسئله عندك، بيطرح لك هي الاسئله عليكي سوري، وكل ما كانت الاسئله عميقه هو راح يطلع الوعي عندك بنفسك لتطلع الحلول منك والافكار والخيارات منك انت مو منه. هو ممنوع يعطيك حلول، مو مسموح انه انت تروحي لعنده يقوم يقول لك تعملي 1 2 3، لانه المشكله والاساس والحلول عندك انت اللي بتناسبك لك مو عنده هو. فهو وين حرفيته؟ حرفيته بطرح الاسئله، انه انا اطرح سؤال صح ارفع عندك الوعي فيه. يعني انا بطرح لك انت عندك مشكله معينه، فبقوم انا بجي بوجه لك سؤال معين انت بتوعي انه ايه صح او ايه لا خطا. فهذا الوعي اللي انا قصديه بس يطلع عند الشخص بيعرف المشكله وبيعرف الحل تبعها. فهو ما بيعطيك حلول، هو بس بيحاول يسأل ويوجه ويخليني أقول يوضح الرؤية. تمام. يعني أنا ما بعرف إذا فيني أقول إنه هي جلسات علاج، لأنه بالنهاية هذا الشخص ما هو مريض، هذا الشخص عنده حالة معينة. خلينا نوضح اليوم الجلسات اللي بتتبعوها اليوم بخصوص اللايف كوتش. أول جلسة بتكون دائما خلينا نقول دراسة الحالة لهذا الشخص. هذا الشخص مثل ما حكيت ممكن يجي لشخص مرتاح نفسيا وما في عنده أي مشكلة، هو جاي بس إنه بده يحط أهداف. اللايف كوتش بيقدم بيساعد على وضع أهداف لهذا الشخص بناء مثل ما حكينا على قراءته لهذا الشخص ومساعدته واخراج الحلول منه هو. فبنحط الاهداف نحن وياه. كمان اللايف كوتش واحده من مهماته رفع الطاقه الايجابيه. يعني انت لما تكوني لايف كوتش بتطلعي بتحسي انه انا خي في شيء جواتي تحرك تحفز، في شيء جواتي خلاني اشوف الوضع افضل، الوضع احسن فيني وبالحياه. يعني هي جرعه الطاقه الايجابيه لازم استشعرها معه، لازم استشعر انه هو شخصيته كثير قويه، بحيث انه انا اطلع يعني خليني اقول لك اياها بالعربي اعمل له حساب انه انا في عندي مهمات بدي ساويها. فبتقولي قلتي لي كيف هي الجلسات؟ الجلسات اول جلسه عندي اياها هي انا دراسه الحاله، بعدين اللايف كوتش لازم يكون عنده ادوات. بمعنى شو؟ بمعنى انا شو الجلسات اذا هذا الشخص بحاجه، خليني اقول مبدئيا هو عنده زحمه كثير بافكاره وعنده كثير قصص وعنده مشربكه الامور، فانا وين بده يمشي او وين بده يروح او شو بده يعمل. فانا اللي بدي بلش فك له هي القصص، في عندي جلسات ممكن تساعده اني انا اقدم له اياها. فانا بدي احط برنامج، اول شيء دراسه الحاله، في عندي برنامج هذا الشخص هل هو بحاجه لجلسه 2 3. في اشخاص بيجوا مو بحاجه لجلسات، هنا فقط ترتيب. شو يعني ترتيب؟ ترتيب يعني شخص الامور فايته ببعضها براسه، في 100 فكره، في 100 مشروع، في 100 قصه بده يساويها مع بعض. فنحن شو بنعمل؟ الاولويات. شو عندي اليوم شيء انا اذا بقدر ساعدك فيه انه ننجزه اليوم شو هو؟ فطبعا عندي كثير قصص او عندي كثير اساليب اني انا احصر الشخص بزاويه يقوم يطلع عنده الاولويات. فنحن بنرتب له اولوياته 1 2 3 4. يعني بس هو بحاجه لهيك عم لك ترتيب الشيء اللي موجود براسه. على فكره كلياتنا بنمرق بهي القصص، بتمرقي طبعا. فانت بتروح ليش عم لك؟ ما في داعي تستني لتتازمي لتحسي الامور، واللي بيتازموا وبيأجلوا كل هذا بيروح ما بيساووا. فنحن بنرتب اليوم عندي كذا، بكره عندي كذا، اللي بعده عندي كذا. طيب هو بيوقع، كيف يعني بيوقع؟ يعني بمل. يعني هذا كمان دور اللايف كوتش انه هو يمنعه من هذا الشيء، في كلمات، في تحفيز، في قصص معينه. لهيك هو لازم يكون على تواصل دائم، لانه اللايف كوتش ممكن يمرق بحياتك سنه
انت تخليه سنه لحتى كل شهر عندك مثلا كذا جلسه تلتقي فيه. انا قلت لك في ناس بتجي بتقلي مريم انا بجي احيانا ما بكون بعرف شو اللي بدي اياه، بس اللي بعرفه انه انا لما بطلع بضل 10 ايام مرتاحه، اخذ الطاقه ايجابيه، بتشعر بهي الطاقه، ما بتجي بغايه معينه. في ناس بتجي بتكتشفي انت خلال الجلسه الاولى انه هن جايين يحكوا بس لانه ما في مين انا احكي له، مو الا الثقه، بس هو ما بيعرف يتوجه بالحكي لمين. تماما، بالذات اللي بيكون عندهم مشاكل من اقرب الناس لهم اللي هن اهاليهم او اولادهم او العكس او ازواجهم او زوجاتهم. فانت هون بتعرفي من الجلسه الاولى انه هو ما عنده مشكله بعينه، هو جاي يحكي. فلهيك انت جاي يفضفض، فهيك انت هون تتركي له الخيار. مو انا بلش اسحبه يلا جلسه ورا جلسه جل. لا، هي القصه مو هيك ابدا، هي القصه باني انا ممكن ساهم له بجلسه واحده يكون مرتاح فيها ويكون فعلا انا ساعدته فيها، وهذا كثير كافي كدور لللايف كوتش. واحيانا انا ما ممكن احتاجه سنه واثنين وثلاثه، لانه كل ما كثرت مثل ما حكينا بالبدايه مهمات الشخص، كل ما كتر نجاحه، كل ما كتر خليني أقول مشاريعه، هو بحاجة لأشخاص داعمين حواليه. تماما، من ضمنهم اللايف كوتش. كتير يعني نحن بحاجة لحدا يسمعنا بشكل دائم. يمكن أحيانا في حدا يسمعنا بس ما منحسه أنه هذا الشخص عم يصغي معنا أو حاسس بوجعنا، أكيد بنلجأ لهيك شيء. شو هنن الأشخاص الأكثر بيمرقوا معك بمجال عملك، خلينا نقول كأعمار وكحالات؟ لا، مبدئيا أكثر شيء السيدات. ليه؟ لأنه السيدة عندها هي المرونة تقول لك أنا تعبانة، عندها هي المرونة تقول لك أنا منهارة، عندك هي المرونة اللي هي ممكن تبكي مثلا. الرجال ما عندهم المرونة الكافية للاعتراف بهذا الشيء، فلهيك أول شيء النساء. الأطفال صعب يعبروا كمان، الأطفال بتحكي عنهم النساء، يعني بتجي الأم فبتقول لك إنه في عندي كذا وكذا، من ضمن مشكلات أولادها فبتعبر. الولد ما رح يجي إلا هو يقول لك أنا بدي لايف كوتش، في أهله، في الناس اللي مسؤولة عنه، فبتجي بتقول لك عندي ابني كذا. لما بتحكي وبتعرف إنه أنا من ضمن عملي إنه أنا ممكن استقبل حالة معينة فيها طفل عنده مشكلة معينة، فبتقوم بتحكي لي عن مشكلته. فنحن اليوم المحور تقريبا هو اللي بالعالم كل الناس عندها بتعرف هذا المفهوم اللايف كوتش، وبيروحوا بيلجأوا له، وشباب ورجال كبار، ومثل ما حكيت هي الكلمة كل ما نجح الإنسان هو بحاجة لايف كوتش أكثر. فالسيدات أكثر شيء اليوم بواقعنا هذا. بتيجي بتحكي إذا بدك تقولي لي عن شو بتحكي، فأكيد عن الرجل ومشكلاتها مع الرجل أو مع الأولاد، هذول الاثنين. تمام، خلينا نوضح هيك ونعطي أمثلة اليوم خلال هذا الموضوع. خلينا نوضح كيف بتتعامل اليوم مع الشخصية الحساسة، مع الشخصية يلي ممكن مرقت بظروف صعبة بحياتها، كان في عندها خسارة، كان عندها فقدان لشخص معين، كان عندها فشل بدراسة، بعاطفة، بكثير من الأمور. هذول يمكن فئة حساسة وبحاجة لطريقة معاملة معينة. خلينا نوضح كيف تتصرفوا معها. هي مبدئيا هي بحاجة لسيشن لحالها، جلسة لحالها هذا الموضوع اللي نحكي عنه، لأنه نحن كل شخصية بنتعامل معها ليش قلت لك الجلسة الأولى هي دراسة حالة، ما بدك تعرفي الشخص اللي قدامك. فلما بيكون عتبة الحساسية عنده كتير عالية بنتعامل معه بطريقة معينة، لكن ما بيعني هذا أنه أنا بدي راعي لأنه هو حساس. واحدة من صفات اللايف كوتش مثل ما حكيت هي ما في تعاطف. أنا إذا تعاطفت معناها أنا ما فيني كتير ساعد هذا الشخص، فراح روح باتجاه شو؟ باتجاه أني أنا أفهمه ووضح له نقاط قوته. ما بدي اجي انا مثل ما قلت التعاطف بلحظه. تمام. من اللحظات هو خطا، يعني انت بهمك انا اجي اقول لك والله الحق معك، هن ظلموكي، هن جاروا عليكي، ولا بهمك اعطيكي وساعدك انه لا انا بحس بس تكوني عم تحكي لشخص وعم يقول لك ايه الحق معك الحق معك، كانه هو يعني ما نوع عم يستغل لك منيح او عم ينظر عليكي او ايه يعني انه بده اياكي تسكتي خلص، انه ايه الحق معك الحق معك. لا مجامل، بس تنظير، ولا انه الحق معك. اذا انا اجيت معك بمشكلتك وقلت لك صح الناس كلهم خطأ والناس عم يظلموكي، وأنا وين فتك هون؟ أنا بشو ساعدتك؟ ما بساعدك. أو قالوا لك إنه مو مستاهلة خلص ما تفكري. لهيك لا تقولي لي. الشخصية الحساسة أكيد إلها تعامل، والشخصية الحدية أكيد إلها تعامل، وكل شخصية إلها تعامل معين نحن بنعرفه. بس بدي أوضح هاي النقطة، إنه أنا مو يعني شخص حساس معناها أنا بدي أتعاطف معه لأنه هو حساس وعامله معاملة خاصة. أصلاً هذا تأكيد على إنه هو حساس وبزيد حساسيته بالتالي، فأنا ما رح أتعامل معه بهي الطريقة. رح أتعامل معه كلايف كوتش مثل ما قلت لك، أنا أسأله وهو يجاوبني لحتى نقدر نساعد بعض. تمام. مرق معك حالات مراهقين صبيان أو بنات كانوا عم يمروا بمشاكل؟ أكيد دائما المراهقين عندهم هنن حتى بيسببوا حالة نفسية لأهاليهم بالبيت، حالة نفسية سلبية. ايه طبعا بيمرق. هلا اكثر شيء بيمرق هي معروفه هي القصه من اجيال من قديمه، انه صراع على الهويه وصراع على انه انا مين وصراع على انه لي شخصيتي، بلشت تتكون شخصيته. تمام. صراع على انه انا بدي اثبت وجهات نظري. لهيك اصلا ينشا الخلاف بين الاهل والاولاد، مو لانه في خلاف،
لانه الولد او البنت بهذا العمر هو بحاجه ليثبت لك انه انا موجود. تمام. فاذا وافقك على كل شيء بحس انه انا وين بده يفرض شخصيته، كما يوافق يروح كمان ليستشير. مو هيك انه هلا في حتى بتذكر في الدكتور كان يحكي عن موضوع تربيه الاطفال، قال اذا ابنك قال لك لا فكون سعيد، اذا بلش يقول لك لا كون سعيد انه هذا الولد عم يفكر، هذا الولد عم بيكون له شخصيه، فبتصير الصراع، بصير الصراع لاثبات انا مين. دائما بنصح نصيحه للاهالي بهذا الموضوع، انه انا لما بدي يكون عندي طفل ابن مراهق او يافع خليني اقول وبحاجه لشيء معين، كلياتنا شو كنا عم نحكي هلا على اللايف كوتش، اهم ميزه فيه انه يسمع. تمام. اكثر المشكلات بتصير وتنشا من عدم السمع والانصات تحديدا، الاستماع خليني اقول الانصات، فبيجي الولد بيروح بيجي لعند حدا ثاني بيسمع له، واذا ما سمعوه اهله رح يطلع لبرا صح، والناس رح تسمعه، وبالتالي هون بيصير في بعد وفي مسافات. دائما موضوع الحوار المفقود، الحوار يعني في اثنين عم يحكوا، مو الاب بس بده يحكي والولد بده يسمع، كلمه حوار يعني في اخذ وفي عطاء. بس برايك لازم يكون لا دائما عند المراهق هو الصح؟ لا انا كنت عم اقول لك انه في مقوله عنده احيانا بيروح لخيارات ممكن الاهل هون ما بيقدروا يسمعوا له، بيوقفوا انه انت غلط خلص غلط. شوفي مشكلتي دائما بالكلمه. إيه؟ انا احيانا في كمان مقوله بتقول ما يؤلم ليس ما نقول ولكن طريقه قولنا له. تماما. يعني انا فيني اقول لا بس بطريقه لطيفه، فيني اسمع واخذ واعطي وبعدين بطرح انا كلامك في وجهه نظر، بس شو رايك نعمل هيك، شو رايك نشوف الخيار الثاني، مو لا مو هيك مو هي الكلمات، بصير الممنوع مرغوب، فبصير مستفز الولد وممكن يعمل. والاشخاص يلي بيتم تخويفهم صحيح وهن صغار، تخويفهم وقمعهم وهن صغار وكتير شديد عليهم، كانوا الأهل هدول بس يكبروا بينقلبوا بتنمردوا بالذات على أهليهم. تمام. خلينا نرجع شوي نحكي عن جلسات العلاج. بنسمع أنه ممكن يكون في جلسات فردية أو جماعية، شو الفرق بيناتهم وأنا كيف ممكن أختار حسب حالتي؟ أوكي. الجماعية هي بتكون حول موضوع معين، فأنت بتشوفي هل الموضوع هذا بيمسني، أنا بحاجة لمعرفة أكثر فيه، هل بحاجة أني أنا أسمع أكثر عن هذا الموضوع، فأنا بروح لهي الجلسات الجماعية وبتكون موجهة حول عنوان عريض. يعني أنا بدي أحكي مثلا عن الغيرة، انا بدي احكي مثلا عن قوه الشخصيه، انا بدي احكي عن هيك، فهي اكثر اسمها تدريب تحفيزي من كوتش. لايف كوتش، اللايف كوتش هو اكثر فردي، انه انا بتجي لعندي بحاله معينه حالتك انت مثل ما هي وبتناقش انا وياكي فيها. اما الجلسات الجماعيه هي اكثر توجه مثل ما حكينا التحفيز، اكثر توجه للخطوط العريضه. ما في جلسات جماعيه بتكون فيها خليني اقول بتروحي انت حال كل القصص عندك، لانه هي جماعيه فممكن تلمس نقطه عندك نقطه عندك نقطه عند الاخرين، ما بتلمسهم كلياتهم. فخليني اقول لك انه هو ما في تقريبا لايف كوتش، ممكن يكون مثل ما قلت لك هو موجه انه انا عم بحكي عن موضوع عام اذا كان قدامي مجموعه من الاشخاص. تمام. قديش مهم هذا الشيء بحياتنا، يعني دائما انه نلجأ له، هيك بدنا منك نصائح لكل الأشخاص اللي عم يحضرونا ولكل الأشخاص سواء مارقين بظروف صعبة أو ظروف كويسة أو خلينا نقول إيجابية جيدة. تمام. بس هيك بي سريع حبيبتي. ما أستنى لحتى أنا أتأزم، هي أهم نصيحة، وأنا كتير مرتاح ممكن أنا ألجأ لأشخاص يرتبوا لي حياتي، نظموا لي الأمور اللي ما أنا منظمة فيها، في عندي أسئلة ما في إجابات بروح بسأل عن هاي الأسئلة، ما أجل وسوف، فأنا ما أنطر لحتى أكون بحالة فيها أزمة، اسأل عن أشخاص ثقة وروح لعندهم، يعني ابحث عن بيئة آمنة لحتى أنا أقدر رتب حياتي. تمام. يعني بالختام بدنا نشكرك كثير مريم العيسى، فعلا نحن بحاجه لللايف كوتش بحياتنا، لانه احيانا بنحب نحكي لاشخاص يعني بعيدين عن بيئتنا عن مجتمعنا عن رفقاتنا، فبنتمنى انه تكون هالثقافه موجوده بحياتنا. اكيد بدنا نتشكرك وعلى كل المعلومات والنصائح اللي قدمتيها، شكر حضورك معنا وهالطاقه الايجابيه اللي اعطيتينا اياها، يعطيك الف عافيه.